مرحبا، بقدر اسال سؤال ولا لا؟ عم نحضر حلقه تلفزيونيه، عم نفتش على حي الجامعه بيت حسني. ما بتعرف حي الجامعه لقدام؟ لقدام. مرحبا، كيفك؟ نحن عم نفتش على بنايه الحسني. الحسني؟ ايه. ما بتعرف قالولنا حد كوخ ربيع للخضار بحي الجامعه. وين حي الجامعه؟ حي الجامعه لتحت. اوكي، في حدا ياخذنا على حي الجامعه كرمال نسال؟ فينا نمشي قدام بعض؟ يلا يلا. على بيت حسني، مين بيقدر يعرف؟ يعني هون اكثر شيء محلات السمانه وهيك، لما بيجوا محلات السمانه هون يعني ممكن يعني في دول بيشتغل. ما بنعرف بنايه شو اسمها؟ بنايه الحسني. طاوله هون ما في يعني اسمه طاوله هون؟ لا لا انا اعرف. يلا نمشي انت مكان نهار. هطلع مع الزلمه. مرحبا، يعطيكم العافيه. كيفك؟ عم نفتش على شخص اسمه حسني. لا صالون الحلاقة. شكرا. مرحبا شباب، عم نسأل عن شخص اسمه حسني، قالوا لنا ساكن بحي الجامعة. شو قصته هيدا؟ مو لا قصته شيء، لا بقى عم نعمل شيء انساني، موقف انساني معه. شو حدا بيعرفه حسني؟ شو برأيك؟ حدا بيعرفه؟ طب شو قال لك؟ قال لنا حي الجامعة. حد وين؟ هذا وصلت ما بعرف. كيف برأيك بيعرف؟ في صالون حلاقة هون، بقى اسأله كمان بركي عنده معركة أو شيء، بركي بالحيفا وهون. تفضل اسأله. شكرا. عم نفتش على شخص اسمه حسني. والله ما بعرف. مش حي الجامعة؟ لا لا. نعم. بناية من حسني. على مين برأيك بيقدر يساعدنا؟ أنا بدك حدا بيعرف منيح بالمنطقة. مين حدا بيعرف؟ مختار الحي. مين مختار؟ ما بعرف. وين مختار؟ مختار عيتارون لتحت شوي. ننزل من هون القهوة، عند القهوة في مختار هنيك. فينا نروح ماشي ولا بالسيارة؟ ماشي ماشي. طيب 40 متر 50 متر لتحت. يلا قولوا على ميرسي. وين المختار؟ هون المختار؟ مساء الخير. المختار وين؟ كيفك؟ هون؟ مساء الخير. مختار؟ كيفك؟ أنا نشان. شو أخبارك؟ في حلقة تلفزيونية عم نعملها لأسرة، شيء خيري يعني عم نعمل. إذا حسيني بقدر فيدك بناية وين؟ قالوا لك وين؟ بأي منطقة؟ بحي الجامعة. الحدث حي الجامعة. حي الجامعة كثير. إذا فيك تحيطني علم وين بالضبط تقريبا لحتى ساعدك. كيف بدنا نوصل لهم لهالجماعة؟ ما رح خليك تطلع فاضي. بس خليني بعيد عن الكاميرا بس شوي. بليز. بعيد عن مستحيل مستحيل استاذ نشاني هون يكون صعب نلاقي هون؟ ايه صعب، لانه احنا اولاد المنطقه يعني هون من زمان حبا عن جد بالمحيط، يعني كل البنيات بنعرفها بنعرف كل الناس هون بقلب المنطقه. نعم بس نعم. هيدا الاسم مش مارق ابدا بالمنطقه نهائيا. شباب شكرا. هلا هلا نجاح. غريتا، حاولنا نوصل لعائله امال وزوجها.
وصلنا لطريق مسدود، لأنه ما حدا عارف لا البناية ولا المطرح. نحن كنا متأكدين من العنوان، ولكن حتى بالدوائر العقارية موجود عنوان السكن ومسجل باسمهم هن، ولكن ما قدرنا نوصل لمكان. هلأ أي تليفون بنعمله اليوم عنا تخوف أنه هن يترددوا أو يشعروا بشي، بمأزق، يمكن بورطة، أو يفكروا أنه الموضوع منه إنساني وبالتالي يرفضوا أنه يستقبلونا. فنحن قررنا أنه نبات على الموضوع وبكرة نرجع نباشر حتى نتأكد من العنوان. شو؟ أوكي. شو خيب أملك؟ إيه. مثل ما الله بريد، مثل ما الله بريد. بركة بكرة، بركة منشوف إلا يمكن ما يصير فيه هيك شيء. إيه. ما عنا إلا إنه ننتظر لبكرة ويكون أملنا وإيماننا بربنا. أوكي. ونحن رح نضلنا مصرين نوصلك قدر المستطاع لراحة البال حتى تلاقي جواب على سؤالك أنا مين. جل. مشاهد حصرية بأنامين بتتابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الجديد. بالليل حصلت على معلومات جديدة، خايف أعطي جريتا أمل جديد، بس ما عندي حل إلا إنه جازف. مين بيحكي، أنا ولا أنت؟ يلا. صباح الخير أمال. خيبة أمل كتير كبيرة عشتها جريتا مبارح، حست حالها كتير قريبة. أنا كنت شايف الأمل والفرح بعيونها، لما العنوان طلع غلط شفت بعيونها الانكسار، حزنت. هيدا الموضوع حمل لي مسؤولية أكبر وإصرار أهم إنه أعمل المستحيل حتى نوصل إلى عنوان أمل ونساعد جريتا تعرف هويتها وتحصل على جواب لسؤال مهم، أنا مين؟ على فكرة بالليل حصلت على معلومات جديدة، خايف أعطي جريتا أمل جديد وترجع تنكسر، بس ما عندي حل إلا إنه جازف وغامر كرمال جريتا وكرمال هويتها وحقيقتها. صباح الخير جريتا. كيفك اليوم؟ إيش الحال؟ جريتا صار لك 5 سنين ناطرة الحقيقة. عندك سؤال أساسي، أنا مين؟ عم نحاول نسعى أنت ونحن حتى نلاقي إجابة على هيدا الموضوع. مبارح شفت أنه خيب أمليك وفشلنا، بس وصلت على البيت شو قلتي له لأمين؟ ضليت كتير عادة لتاني يوم الصبح، وديت الأولاد على المدرسة وجيت قعدت هيك عم بشرب نسكافيه، صرت أبكي هيك قاعدة عم بشرب، ما كان بنا شي، بس هيك فجأة حسيت إنه هيك شي على قلبي وصرت أبكي. قال لي شو بكي عم تبكي؟ قلت له هيك مبارحة هيك كنت كتير مبسوطة وفجأة هيك صرت داون، كتير، وحسيت إنه صعبة، يعني صرت أقول إنه عم بلشت. بس أنت ملاحظة كنا على وشك نوصل على عنوان الأمان. مزبوط. يعني وصلنا على الحي، سألنا المختار، بس يعني هيدي اللحظة هيك انه كنت كتير هيك. شو أكتر شي زعلك؟ انه ما لقينا يعني العنوان وهيك، وهون صرت فكر انه بدي يكون يعني مستعدة انه ممكن يكون في اشي انه ما نلاقيها، يعني مش كل شي هيك. بتعرفي جريتا اوقات لما الناس بيشوفوا اضواء الكاميرات الانارة بيتلبكوا بيخافوا بيعتقدوا انه في موضوع اخر نحن عم نسعى له، بس بدي اقلك انه ليلا ورا الكواليس بعيد عن الكاميرات تواصل معنا الشاب يلي كان عم يساعدنا، وعرفنا انه أمال غيرت عنوانها وحصلنا على عنوان جديد. استعدي تاخدي نفس جديد ونجرب.
بدك نطرق بيبا لأمال؟ يلا. اسمعيني جريتا، يمكن ما تتحيون معنا ويمكن تتحيون معنا، يمكن تصبنا ويمكن تستقبلنا. هي أم لثلاث أولاد، يمكن ما بدها تخرب حياة أولادها أو ما بدها تعيش اللي أنت عشتي. كمان تفهمية؟ ايه ايه أكيد أكيد أكيد. رح تصري عليها أنت؟ ايه. شو رح تقولي؟ إنه بدي أقول اعتبري حالك محلي، وعرفت إنه قصتك مثل قصتي. ما عندك هيك هاللهفة تشوفي أمك الحقيقية اللي هي جايبتك؟ إنه بس هي لهفة الأم يعني، يمكن شوي ممكن. فيما لو قالت لك أنا ماني مثلك وما بدي أنزع حياتي، ما بدي أعمل ردة فعل، مرتاحة مع أمي وبدي ببساطة كفي حياتي مثل ما هي هيك، لا بدي أعرف أنا مين ولا بيهمني تعرفي أنت مين. كمان معقولة تكون غير شخصيتي. إيه؟ شو رح تعملي؟ بترك أنت تحكي. ليك أنا عندي كتير إيمان كبير إنه بموسم كريسمس، الأجواء الميلادية، رغم كل الأسود يلي عم نعيشه بلبنان، أنا بآمن إنه من فوق في نعم وفي بركات، وكل نعمة نشكر ربنا عليها. وإن شاء الله تمطر نعم عليك. إن شاء الله. مرسي. وعليك كمان يا رب. إن شاء الله كل حدا هيك شو بيتمنى بلاقي ومن قلبي لكل الدنيا. نحن بطريقنا إلى تل الزعتر، منطقة الدكواني، حيث إقامة أمال الجديدة. شباب خدونا على تل الزعتر لو سمحتوا. هيدي صورتك أنت ومنى، وصورة أمال هي وجوزفين. في أوجه شبه؟ معقول تكون جوزيفين سفير أمك؟ ممكن. ايه زيت هيك العيون هيك كأنه قشط نفسهم؟ هيدا الاحتمال الأول، ويمكن تكون أمك. شو إحساسك؟ عبالك إنها تكون أمك؟ إيه هيك كيوت شكلها هيك. مين أحلى، هي ولا منى؟ منى. على ما يبدو نحن وصلنا. نحن نتأكد من العنوان. جاهزة؟ جاهزة أكيد. يا رب. بيخبروني إنه مقيمة جديد هون ومستأجرة بيت شربل، في كذا شربل هون. مين بيحكي، أنا ولا أنت؟ شو؟